صعاب كثيره دازت، من الحمد لله تخطيتوها بالصبر وبالتضامن ديالك، واحد يعول على واحد. ف يعني اول شيء كنشكر السي فؤاد الورزادي يعني على الاطراء في حقنا، ولكن تنظن انه لا هو لا حنا عارفين انه لما تتكون في هذا المستوى يعني في لو بوست ريسبونسابيلتي، ف بطبيعه الحال صافي بليزير انه الانسان تيشوف انه منين جا ومستوى يعني التقدمات اللي حرص. ما نقولش النجاحات لانه حنا اوني جوست يعني اون بروغريسيون، تقدمنا على المكان منين بدينا، ولكن كما قلت لك احنا الحمد لله الناس واقعيين وتنشوفوا وتنعرفوا بان هذا الشيء كله وراء دائما تيبقى رهين مالوريزمون في كرتنا المغربيه. حتى الا بغيتي تبني فانت رهين ومتعلق بالنتائج، ومالوريزمون كما ما تنتمناش الراسي ما تنتمناش الفريق المراكشي انه شي نهار يضرب في الصفر جميع العمل اللي قام به السيد الرئيس ديالنا لا هو لا اعضاء المكتب المسير. لانه انا بالنسبه لي جو نسوي كو انا واحد لو تو بوتي مايون في هذا الشيء اللي وصل ليه الفريق، وتنتمنى انني ان شاء الله حتى الى كتاب واحد النهار نغادر الفريق. فالرجاء ديالي هو انني الحمد لله ديجا سويت تري فيير، اجي يعني واحد لا كونسيونس كي تري تري سورين بالنسبه ليا مع راسي. انا الحمد لله اديت لحد الساعه داك الشيء اللي نقدر ناديه واللي وفقني الله عليه، مي جو فو اونكور بلوس بالنسبه للكوكب وكما بغيت الكره القدم تاعتنا الوطنيه، لانه كاين الناس تيسحبهم. انا الحمد لله تنشتغل مع الفريق ديالي، ولكن قبل هذا الشيء عندي غيره على كره القدم الوطنيه. لما تنشوف واحد المباراه ولا تنشوف اشياء ما تتعجبش في المشهد الكروي تاعنا تضرني خاطري، كيبقى فيك لانه انا كمغربي تنبغي انني بدل ما نقول راه البطوله المصريه ولا التونسيه ولا هذا، تنبغي لانه احنا الحمد لله سافرنا وسترتنا الكره نسافروا، بغينا حتى احنا واحد النهار نقول هذه يلاه راه البطوله تاعنا وهالماتشات تاعنا كي دايرين وراه ما عندناش اخطاء وراه ولاو عندنا فرق في المستوى والكلوب ديالنا لي زانفراستركتور ديالهم وداك الشيء. وتظن انه الى كل واحد من المكان ديالو كان عنده هذه الفكره هذا واشتغل فيه بطبيعه الحال ما باش ما نكذبوش، كل واحد راه تيشتغل من اجل الطموحات الشخصيه ديالو من شهره وعائدات ماليه وهذا وهذا، ولكن ما خصش هذه هي تكون هي لي موموتور. لي موموتور خصو يكون انساني كما قال سي وزادي، انك انت تكون عندك غيره على العمل ديالك، اخلاص فيه محليا ووطنيا، لان اول قبل ما تكون مراكشي ولا كازاوي ولا فاسي انت مغربي وانت تتعاون مع دوك الناس اللي في قوتك. احنا كمدربين في مكان ديالنا الصحافه هذا، لانه احنا هاد البلاد هي اللي عطاتنا كل شيء، ولا ما وصلنا مثلا انا الا ما وصلت اليه الحمد لله راه سي بارسكو مراكش اللي عطاتني واللونتي اللي عطاتني في وسط مراكش هي الكوكب المراكشي. وهذا تنظن انه هو الانسان اللي خصو دائما يكون عنده هاد لو ركول باش يفكر بانه راه اي شخص الا تعطات واحد القيمه ما يغلطش ويقول راه انا اللي درت. لا بطبيعه الحال العمل ديالك تيساهم، ولكن شيء جميل في الكره ولا في الرياضه عامه وانك خصك انت تخدم وتخلي الناس اللي يقولوا انت راه درتي، ماشي تبقى تقول انا اللي درت. ولكن علاش الا كنت انت عندك اقتناع شخصي ماشي رياء بانك انت تتبغي غير الناس يقول لا، خص يكون عندك اقتناع بانك انت تتعمل من اجل العمل. تظن انه الانسان اللي كان عنده هذه الفكره هذا هو اللي عندنا حنايا، وتنتمناو انه كما قلت اي مدرب تيتمنى يبقى اطول فتره ممكنه في الفريق اللي معاه، اننا ان شاء الله بغينا لا معنا ولا بلا بينا فريقكم مراكشي وجميع الفرق المغربيه توصل لواحد الدرجه ولواحد الصوره ولا التصور اللي حنا بغيناه. كما قلت لك لا كونجونكتور بيان سور والظروف والعقليه والمناخ هذه اشياء تتصعب وبعض الاحيان في طور الولاده عده مشاريع ما تتخلاش انه تكمل، تنقول مشاريع رياضيه، ولكن حنا الحمد لله عندنا ايمان ودرنا نيتنا وثقتنا مع واحد المجموعه تاع الناس اللي تاو ما تيشاطرونا نفس الفلسفه ونفس التفكير، وواحد المجموعه تاع اللاعبين تنقول فدائيين، وربي الحمد لله لحد ساره الامور غاديه نطلبهم الله التيسير يا ربي امين. اذا هشام الدمعي نهضروا نهضروا شويه على الالقاب، لان ما يمكنش ما نهضروش على الالقاب، سمحوا لينا الناس لان مهمه هذا ترجع شويه الدرابو ديال البلاد، وكيف قلنا احنا كنا مغاربه والهم ديالنا هو المغرب يكون دائما في العلالي. شنو يمكننا نقولوا على اللقب الافريقي هشام؟ وسيرتو مع يومير
كما قلت لك كان اللقب المهم الاول هو اللي جا مع سعد القادر اللوزاني في موسم 91 92. يعني كما قلت لك كان موسم رائع بكل المقاييس. مورا يعني لعبنا نهائي الكاس مع سي عبد الله بوستة, كان نهائي التاهلي سي عبد الخالق اللوزاني. تحيه خاصه لسي عبد الله بوستة حتى هو ابن مدينه مراكش, واحد من الاطر يعني كبيره. فزنا مع بلقب كاس لاش 93 94 ولكن لعبناه في موسم 2 لا هذا كان داكشي ديكالي ديكالي بنصر. هذا كان لعبناه في 92 93 هو كان يعني لقب تاع 91 92 يعني ان كنا دينا تقريبا لو دوبلي ملي تدير الاستوريك تاع البالماريس دوبلي. من وراء يعني كنت في نهائي في بدايه موسم 94 في التحضيرات ديالنا يعني الكأس العالم بالولايات المتحده وفي واحد المباراه مع اولمبيك خوري كنت تصبت واحد الكسر, ولكن رغم هذا الشيء ما منعش انني حضرت ولو ما كنتش لاعب مع الاخوان ديالي في مباراه نهائيه ضد المغرب الفاسي. يعني كان اللقب الثالث ديالي تاع كأس العرش صحبه الفريق تبقى يعني كنا نقولوا ختام المسك. هو يعني واحد اللقب اللي جا عباره عن واحد المجموعه تاع المغامرات كما قلت الى الى جيتي تعود عليها خصك يعني حلقات وحلقات. ولكن الشيء الجميل فيها هو انه دائما الفريق لما تكون تستند على واحد المجموعه تكون فيها واحد الروح. عقل انا وياك على المجموعه اللي كانت من الكول وحنا غادي يعني تنذكر تقريبا بلوز او موان يعني. ولكن الفرقه اللي لعبت النهائي فتنذكر قدور الله يرحمه في حراسه المرمى كان اطلس هشام, كان الدودي رشيد, كان اول حاج سنتين, كان القوطي حسن, كان قيسر الصالحي صالحي عبد الربي العمراني بدراوي الزبدي انا ودي كانت هي 11 بالاضافه كان معنا نقيدي بسام لعبوا في لالي تقريبا كنا تنضرب بواحد العمراني بيان سور كان تيجي في هذاك الماتش كنا تنضرب بواحد 6 17 لاعب هي باش ويومير سعد الخضر يومير بمساعده السي حمد قصاي في البريباراتور الفيزيك. وما اللي نقول على هذه القضيه كما قلت لك طرفو لو ديستان وزون فاديسين في الماتش الاول ديالنا صحبه يعني المدرب اللي كان قبل حتى تعرف الكوب دافريك سيتال سور دو سيزون. يعني في مارس مشينا مع كان معنا المدرب البرتغالي مانويل وغادي نمشيو نلعبوا حنا في الكونغو وغادي نمشيو في طياره عسكريه حنا وفريق الفتح. الفتح انا ذاك مع تروسي وغنلعبوا هما غيلعبوا في كوت ديفوار يا وركبنا من القنيطره ايوا حنا يلا طلعنا واحد شوي حنا ديك الساعه ركبنا الصباح واحد الوقت كان حدايا الدومي والغزواني تنذكر مزيان قلت له مودي راه تنشم ريحه العافيه تقول لا لا ما يعني انت ما لا زدنا واحد شفتهم قلنا مود ترى تمشي من وراها ما كملش شي شويه انا ذاك كان عندهم كانت روسيا قاعد لقدام ستو خطيره عسكري كانوا تيديروا لنا الناس تاع سميتو القوات المسلحه الله يجازيهم بخير تيديروا لنا الكراسه بس سيتي لو مويا لو بلو فاسيل باش تمشي لافريك لانه عشنا صعاب مع ليكيب ناسيونال اترافير دوك لي كوريسبوندونس في فرنسا وفي هولندا وفي الانجليز يعني لو فواياج كان تيكون اصعب. فاذا به انه تيكون هناك واحد شي يقول لي شي بروبليم في الموتور وشعلات العافيه في الطياره وسكت الموتور الاول وسكت الموتور الثاني اوروزمون كسيتي انا فيون ميليتير اللي عنده ربعه لي رياكتور وبقينا شي ساعتين وحنا فوق هذيك الصحراء مالي غاديين وتنقولوا هنا نطيحوا هنا ما نطيحوا حتى بزاف وقفنا في كوت ديفوار. وتنذكر انا ذاك مزيان ومعايا انا ذاك يعني الاخ ديال غزواني اللي كنا برسك انسيبارابل فينا في كوت ديفوار لعبنا الماتش قبل ما نمشيو للماتش قلت ليه شتي سميتو مصطفى قلت ليه شتي اسي مصطفى الا كتب الله ورجعنا سالمين للمغرب قلت ليه عقل هذا الكاس ان شاء الله غادي ندي باسكو بارفوا انا جو تروف هاد ديبريسونتيمون انه لو ديستان تنفوا فهمتي ديستين اللي كينو ترومبا اي مشينا كما قلت لك معبور عباره على مجموعه تاع المغامرات والسعد القادر حتى هو راه المدربين بارفوا كاين كيما قال سي سفيان العلودي كاين الجانب الانساني اللي ما خصناش نغلطوا بانه نقولوا راه المدرب ماشي بالضروره خصو يكون تيصلخ اللعابه ديالو لا خصو يكون قاسي وخصو يكون صارم في الاشياء اللي خصو يكون صارم فيها. ولكن بطبيعه الحال حنا راه عباره على واحد المجموعه تاع الناس تنشتغلوا وباش يمكن العمل ديالنا يدوم خصنا نحس بيك لما تنتقلق تحس بيا وتحس بيا لما تحس بيك تتقلق. ولكن كاين اشياء اللي ما خصناش ندخلوها في الخدمه وسي عبد القادر يومير كان عنده واحد التوليفه من مجموعه الكفاءات الكرويه والتعامل الانساني
وكما تنقولوا شويه الحرفه اللي تعرف كيفاش يدير واش دا هذا ويدير هذا. هذوك الناس خدموا بالتجربه فهمتي. وتا هو مشكور وتنوجه ليه التحيه كبيره كبيره. شحال باقي؟ واخا داكور. نهضروا على الكوكب مراكشي. شنو لا فيزيون ديالك في الكوكب هشام؟ وهي اللي قلت لك قبلا هو انه انا تنتمنى وصادقا زعما انني المهم عندي بالنسبه لي سيكو على فان دو شاك جور لما تندخل يعني البيت ديالي وتنقعد مع راسي ولا تنقيم راسي الحمد لله هذا ستان دوفوار بالنسبه لي انني الكره تنعرفها كرياضه فيها الربح فيها الخسران فيها النجاحات فيها الاخفاقات. مي انا جو سوي دو جونر سيكو ما تنكذبش على راسي الا كان شي حاجه وجو سوي سويه قاصح مع راسي وجو مو باردون با فاسيلمون. دونك سي بور سا كو تنتمنى دائما في الخدمه تاعتي تنحاول انني نخلي نعطي له ماكسيموم ما نخلي حتى شي حاجه ولكن او ميم طون نقدر واخا ما نتقبلوش الخساره حنا وسي نورمال انه الانسان ما يتقبلش الخساره ولا الاخفاق ولكن الحاجه اللي ما نقدرش نتقبل اكثر هو لو مومون فاش نحس بانه انا راه خليت شي حاجه كو جو بوفي فير ميو وانني خليت من حقي. تنظن انه هذا هو بالنسبه لي هو اهم الخدمه. تنظن انه كل مدرب ولا كل فرقه عندها النظره تاعها. حنا الحمد لله اوني تري شونسو دافوار كي قلت لك واحد الناس اللي تنبارطاجيو معاهم لا ميم فيزيون غير تنتمناو لانه حنا عارفين وواقعين بانه راه هذا البناء وهذا الهضره وهذا الشيء كله اللي تنقولوا تيبقى دائما راهين بحقيقه يوم الاحد النتيجه. وهذا الشيء اللي قلت لك سي مالورو في المغرب لانه هذا الشيء سدروي بوكو دو بروجي وجميع الاشياء اللي في المغرب نتجات على جعلتنا اننا نتاخروا وانه جميع المشاريع اللي تنبداو فيها بمجرد الاخفاق الاول ولا الثاني ولا الكبوه الاولى ولا هذا تنلجؤوا للحل السهل وتنعاودوا نضربوا كل شيء وماشي تنبداو حتى من الزيرو تنعاودوا نبداو من الزيرو مع ناس اخرين مع هذا جو كرو كون بير بوكو دو طون اشاك فوا لا على مستوى الانديه ولا على مستوى المنتخبات ولكن الحمد لله كما قلت لك انا انسان ايجابي وتنشوف بانه لا هذه الجامعه لا الجامعه اللي سبقتها لا الناس اللي خدموا دابا لا في التكوين حتى هما مشكورين خاصة يعني الناس اللي كانوا قبل اللي خدمنا معهم لا جون بير مولون ولا السي الحرش والناس المساعدين معاه كان اشياء ايجابية كثيرة. بطبيعة الحال كاين اخطاء ولكن حنا المشكل عندنا دائما تركزوا على ما هو سلبي ومالوروزمون خصنا بالعكس حنا راه خصنا ناخذوا الايجابي ونطوروا لانه اون دوا ادميت اوني تري تري زون روتار وخصنا بدل ما نبقاو نهضروا شوية بزاف نحاولوا نخدموا والانسان تيبقى دائما تقييم لا. الناس الناس كاين صحفيين كاين محللين كاين ناقدين وكاين الناس اللي خصهم يخدموا حنا الواجب ديالنا هو اننا نخدموا ونخدموا المدينه تاعتنا ونخدموا الوطن ديالنا نخدموا المدينه ديالنا ونخدموا الوطن ديالنا وهذا هو المهم. وبه غادي نختموا حلقه اليوم مع الضيف ديالنا والنجم ديالنا الكبير اليوم هشام الدمعي ولد مدينه مراكش. تحيه كبيره لهشام الدمعي. كلمه اخيره هشام. الكلمه الاخيره يعني تنظن انه اللي بزاف الناس يعني ما عرفوش المسار اللي داز منه هشام. مي جو تي ابريسيزي كو جو تي ا رميرسي اول شيء الوالده ديالي والوالد ديالي يعني على الحمد لله على جميع لي فالور اللي ربوني عليهم اللي تشكلوا بالنسبه لي شيء مهم. كذلك الاخوه ديالي والحمد لله الزوجه ديالي تاعي على جميع المسانده ديالتها. اي جو تي ابريسيزي على شي كلك زامي لانه جي باسي بار بزاف تاع الاشياء صعيبه والحمد لله المسانده تاعتهم ايتي دون غروند ايد في دي مومون تري تري ديليكاسي بور سا كو جو لي ريميرسي تاعهم. شكرا هشام الدمعي. كيف قلنا الاطار الوطني المدرب ديال الكوكب واللاعب والعميد والنجم ديال الفريق الكوكب المراكشي. وكيف قلنا نخدموا بلادنا ونخدموا مدينتنا كل واحد يخدم ويعطي داك الشيء اللي في جهده باش يرد الجميل هذا البلد هذا اللي عطانا شيء كثير. بهذه الكلمات كننهيو حلقه اليوم مع الضيف ديالنا الكبير اليوم كيف قلنا هشام الدمعي. شكرا للمستمعين الاوفياء ديالنا اللي كانوا معنا. شكرا كاع الناس اللي دخلوا معنا. شكر خاص العادل بالقاضي. كذلك كنشكروا كاع المستمعين الاوفياء اللي صيفطوا لنا لي اس ام اس ديالهم. غادي نرجعوا للمدينه الدار البيضاء باش ناخذوا الفاصل ومن بعد نمشيو للاخبار. شكر المنير عاطف وحمزه الحلوي اللي كانوا معنا في الاخراج. هذا عادل العمري كيحييكم. شكرا والله يعاونكم.